تحية خاصة إلى كل الأبراج النارية وخصوصا برج الأسد. برج الأسد هذه فترته تأخرنا عنه بعض الشيء. برج الأسد برج ناري بامتياز، بامتياز فعلا، لأن الشمس تكون في أوجها في الشهر الثامن. برج الأسد كوكبه الشمس يتوافق كثيرا مع الأبراج النارية كالحمل والقوس، وأيضا الأبراج الهوائية كالجوزاء الميزان والدلو، لأن الهواء يشعل النار كثيرا، يعني علاقة ناجحة. وهناك علاقة خاصة بين برج الأسد وبرج السرطان حتى في الدائرة الفلكية، يعني متتاليا، يعني كعلاقة القمر بالشمس. برج الأسد كوكبه الشمس والسرطان القمر، يعني والقمر يستمد نوره من الشمس، علاقة تكامل بين الطرفين، علاقة ناجحة بين السرطان والأسد. برج الأسد هو برج الرئاسة والقيادة. أصحاب مواليد برج الأسد يعني يتصفون بهذه الصفة: القيادة، الرئاسة، الحصول على المناصب الأولى، الزعامة. يعني جل مواليد برج الأسد يحصلون على مناصب رئاسية ومناصب ذات مسؤولية. برج الأسد دائما يكون قائدا في عمله، في حياته، في وضعه الاجتماعي. برج الأسد يتصف بالسيطرة والقوة في الشخصية والغيرة الشديدة في الحب، خصوصا النساء. أنت برج الأسد غيورة جدا، يعني لا تتقبل أن تكون المرأة الثانية أو لها بديلة مثلا، ودائما تسعى جاهدة للحصول إلى على ما تريده. يعني وإن جاءتها الفرصة أو وإن جاءها هدفها متأخرا ترفضه. يعني برج الأسد أكثر برج يتعرض للسحر ويصيبه لأنه برج ناري، والسحر في أغلب الأحيان يعني يعمل على النار مثلا. برج الأسد تصيبه انتكاسات فلكية كثيرة، لأن خصوصا هذه المراحل الأخيرة صارت هناك كسوفات وخسوفات كثيرة تؤثر كثيرا على برج الأسد لأن كوكبه الشمس. للإشارة، برج الأسد أيضا هو أكثر الأبراج له أعداء كثيرة، يعني برج الأسد عنده أعداء كثيرة رغم قوة شخصيته وتسلطه بعض الأحيان وحبه للسيطرة والحصول على المراكز الأولى، إلا أنه شخص عاطفي. أجد أن برج الأسد أيضا شخص عاطفي. برج الأسد سواء أنت أو رجل يعني يسعى جاهدا لتكوين أسرة والاستمرار في العلاقات العاطفية، يعني بشكل جدي. يعني إن تزوج استمر في أغلب الأحيان للذكر وللأنثى، يعني ويسعى دائما إلى تكوين أسرة واجتماعيا ناجح جدا. منها فوات برج الأسد تسرع كثيرا أحيانا، تسرع والغيرة الشديدة وحب التسلط والسيطرة بالنسبة للطرفين. ناجح جدا في المناصب العليا، وأن يكون رئيسا في عمله أو في منظمة أو في مؤسسة، يعني ناجح جدا في المراكز العليا والمراكز ذات المسؤولية وإصدار القرارات. برج الأسد قد لا يستسيغ الأبراج المائية كلها، خصوصا العقرب، علاقة سيئة جدا، لكن مع الحوت علاقة جيدة. يعني ماء الحوت قادر أن يطفئ نار ولهيب برج الأسد، العلاقة فيها توافق، مقبولة جدا. العلاقة التي لا تتم إلا نادرا هي بين برج الأسد وبرج الثور. العناد الشديد بين الطرفين، يحدث هناك تصادم وتنافر شديد جدا، مستحيل أن تنجح العلاقة إلا إن كان هناك توافق في الأسماء، يعني أو في الأحرف أو في الأرقام. برج الأسد مؤخرا تخلص من خيبات أمل سابقة كانت لها علاقة بعلاقات عاطفية لم تكن ناجحة، يعني لم تكن كما توقع هو. برج الأسد لا يمانع أن يتزوج من امرأة تكبره سنا أو العكس، يعني فارق السن عند برج الأسد في العلاقات لا يهم كثيرا. برج الأسد دخل مرحلة جديدة في هذه الأشهر، قد يحصل وقد يرى الخير من شيء لم يتوقع، يعني كان يركنه جانبا، قد يكون ذلك شيء هو الذي يحمل له خيرا كثيرا ونجاحا كثيرا. يعني دائما الأشياء التي نبعد أو نغض البصر عنها تكون هي الأشياء التي قد تغير حياتنا إلى الأفضل.
أتمنى لكم حظا طيبا، وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. نلتقي قريبا. أعتقد صار جاهزا الآن. Yes. Enjoy. I'm walking now to the cafe there. There.